صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث يسود الطقس صافي، درجة حرارة 19 درجة مئوية، أما الملموسة 22، الرطوبة 54%، أما الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة السرعة. انتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية في باقي مناطق المملكة ليوم الاثنين، حيث نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد 25 إلى 14 مع الطقس الصافي، المفرق 26 إلى 15، جرش 24 إلى 13، أما عجلون 24 إلى 12. بالنسبة للمنطقة الوسطى، البلقاء 26 إلى 15، مادها 25 إلى 13، الزرقاء 26 إلى 15، عمان 23 إلى 13، البحر الميت 32 إلى 20. المنطقة الجنوبية، الكرك 22 إلى 12، الطفيلة 23 إلى 15، الشوبك 24 إلى 13، العقبة 33 إلى 23، أما معان رياح نشيطة وأتربة مثارة 27 إلى 15. المنطقة الشرقية، نبدأ بالصفاوي 29 إلى 14، الأزرق 31 إلى 17، أما رويشة 30 إلى 16. إلى اللقاء.